ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي روان علام، انا حليت هنا براكتس قبل كده والنهارده انا جاي احل معاكم براكتس تاني. تعالوا نشوف. اول حاجه احنا هنا في ويب سايت جمالتك، بعدين هكليك كورسز، وبعدين سي بروجرامينج. ننزل بقى على ليسن السترينج هيدر فايل اهو، بعدين هنختار السؤال رقم 4. برنامج يطلب من المستخدم يدخله اسم رقم من 1 لـ 5 ويطبعه الرقم اللي دخله. على فكره البروجرام ده ليه كذا طريقه حل، زي كل الاكواد ليها كذا طريقه حل انت تحل بيها. احنا النهارده هنحل بطريقه تكون بسيطه وتكون يعني باختصار شويه. تعال نشوف. هنا اول حاجه هنعمل array of characters، نسميه مثلا names. لو احنا عندنا 5 ارقام مثلا كل اسم بـ10 حروف، وبعدين هنا هنعمل array هنسميه مثلا numbers لو 5، نقول هنا 1، نطلع نكتب الأسامي. بعدين ممكن نشد دي شوية عشان يبقى كلهم على سطر واحد وأوضح كده. تمام. بعدين بعد هنا هنحجز array of character، هنخليه مثلا y underscore number user number، يعني مثلا 10 برضو. هقول له هنا print f، هقول له enter a name of number عشان يقولي ايه اسم الرقم هيدخله، وبناء على كده اطبعه. وبعدين هعمل scan، في ال u underscore number. دلوقتي عشان اشوف الرقم اللي اليوزر دخله ده بيساوي الرقم اللي هو موجود عندي في الاري، طب انا كده اقارن من كلمتين، يبقى انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اعمل include لللايبرري اللي اسمها string.h. تعال نشوف. نيجي هنا نعمل include. وهاجي هنا هعمل اول حاجة الفور، integer i equal 0 i اصغر من ان عندي 5 ارقام، بعدين i plus plus، بعدين هدخل خد tab، نكتب بقى الاف بتاعتنا، هنعمل strcmp. انا عايزة اقارن بين مين ومين، اللي هو الكلمة اللي اليوزر دخلها وانا عايزه اقارن بين اللي هو الاري بتاع الكاركترز. هقول لو هما ايكوال ايكوال 0، ناخد تاب برضو يطبع لي الرقم ده، نعمل باك سلاش ان كوما، طيب تعال كده نجرب، نعمل run. بيقول لي enter a name of number، مثلا ممكن نقول له 3، طبع لي رقم 3. طبعا نجرب رقم تاني say مثلا 1، طبع لي برضو رقم 1. كده دي كانت طريقه الحل بتاعتي، وطبعا زي ما قلت لكم الكود ده ليه كذا طريقه حل، انا حليته بالطريقه دي. فلو عندك اي اسئله ليا ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتس.